150 جريحا من تعز تم معالجتهم على حساب فاعل خير في الهند، ومثلهم من ينتظر. لماذا أخفقت الحكومة في علاج جرحى تعز ونجح فاعل خير؟ وكيف يمكن فهم قصور الدولة تجاه ملف الجرحى؟ أهلا بكم. بعد أن وحت أصواتهم مطالبة بعلاج جرحاهم خلال سنوات إهمال، طالت جرحى تعز، وحين صمت الشرعية آذانها وأدار التحالف ظهره، تفاعل أحد رجال الخير وتكفل بعلاج 150 جريحا من مبتوري الأطراف في مستشفيات الهند بإشراف قائد المقاومة السابق حمود المخلافي. اليوم أول دفعة تعود من الهند إلى سلطنة عمان في طريق العودة إلى الوطن، وستذهب بقية 150 جريحا بانتظار الترتيب لها من مبتوري الأطراف على أمل علاجهم على حساب فاعل الخير أيضا. الحكومة التي من شأنها القيام بواجبها القانوني والإنساني تجاه الجرحى من يخوضون معركة الدفاع عنها، باتت محاطة باستفهامات كثيرة عن دورها السلبي في القيام بهذه الواجبات تجاه الناس. وألقى عصاه لتلقف عجز الحكومة وخذلان التحالف ومضى بقدمه الجديدة. 150 جريحا تم تركيب أطراف صناعية لهم في مستشفيات الهند بدعم من فاعل خير وإشراف القيادي السابق في مقاومة تعز حمود المخلافي. فشلت الشرعية إذن في هذا الملف كما فشلت في الكثير من الملفات. قرابة 3 سنوات بحت فيها أصوات الجرحى في شوارع تعز وهي تطالب بعلاج جرحهم التي تعفنت جراء الخذلان. رغم تشكيل لجنة طبية منذ 2 ورغم الأموال التي رصدت للجرحى، إلا أن الإهمال كان الحاضر الأبرز في مصيرهم واتهامات للجنة بممارسة الفساد. يركضون كمن يركض خلف الحياة ذاتها ويرقصون فرحا بأطراف صناعية أعادت إليهم جزءا من عافيتهم. تقول حياة الذبحاني رئيسة فريق اللجنة المشرفة على علاج الجرحى في دولة الهند إنه إلى جانب الأطراف الصناعية تم عمل 40 عملية جراحية منها للعيون والأعصاب واستخراج الشظايا، كما أن العديد من الجرحى تلقوا علاجات طبيعية. 30 جريحا ممن تم علاجهم غادروا الهند وهم في طريق العودة، يليهم 20 آخرون يغادرون غدا حتى اكتمال رحلة العودة قبل أن يبدأ مشوار آخر، وعدد آخر من الجرحى ممن لا يزالون ينتظرون فرصة للعلاج وتركيب أطراف صناعية. بعد عناء طويل ومعاناة وتخاذل من الشرعية، من الله علينا بقائد المقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي وبتمويل من فاعل خير لسفرنا إلى الخارج، والحمد لله رأينا أطراف جميلة جدا وأطراف حلوة وأطراف تساعدنا على الجن. وعندما ركبت طرفي وكنت أجري فتحت أمامي جميع جبهات تعز. ملف جرحى تعز من أعقد الملفات وصورة مكثفة للإهمال الحكومي واتهامات لها بالعجز عن علاجهم رغم تضحياتهم من أجل استعادة الدولة التي ترفع هذه الحكومة شعار استعادتها. أكثر من 20,000 جريح من الجيش الوطني والمدنيين في تعز ممن أصيبوا بالمعارك مع ميليشيا الحوثي أو بالقصف على المدينة منذ 3 أعوام، بعضهم تحولت جراحهم إلى إعاقات دائمة، ومنهم من لا يزال ينتظر فاعل خير. 800 منهم تقرر تسفيرهم للعلاج خارج البلد، غير أن الأمس القريب أضاف لهذا العدد فاطمة وفاكهة والطفل الصغير عاصم، ليستمر العدد بالارتفاع وتستمر ميليشيا الحوثي بالقصف والحكومة والتحالف بالعزوف عن القيام بواجبهم. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة ستكون معنا حياة الذبحاني رئيسة اللجنة المشرفة لعلاج جرحى الهند من بنغلور عبر سكايب، وسينضم معها آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة حياة. بالنسبة لي صوت غير واضح، أتمنى أن يكون أكثر وضوحا في إجابتك. عشرات الجرحى شاهدناهم أستاذة حياة في هذه التقارير وأيضا عبر الفيديوهات، تم معالجتهم على حساب فاعل خير كما أعلنتم. في البداية أسألك، هل عجزت الحكومة عن علاج جرحاها؟ في البداية
معاني الشكر والعرفان والتحايا والإجلال لفاعل الخير الذي رسم ابتسامة على وجه مدينة تعز بأسرها، ولم يسعد الجرحى فقط بل أسعد أمهات الجرحى وزوجات الجرحى وأبناء الجرحى وأسرى مدينة تعز التي يقتلها الخذلان عندما يقارب ال4 سنوات. 4 سنوات بحت أصوات الجرحى في شوارع المدينة وهم يناشدون الشرعية ويناشدون دول التحالف في الالتفات إلى حجم المعاناة الكارثية للجرحى. كثير من الجرحى صاروا في عداد المعاقين والمجهولين وكذلك المكفوفين بسبب الإهمال الذي نعتبره نحن إهمالا متعمدا لجرحى الشرعية الذي نقاتل في صفوف الجبهات والذين كذلك ضحوا بالغالي والرخيص لي يذودوا عن الشرعية وليذودوا عن تراب الوطن. أضف كذلك إلى مجموعة كبيرة من الجرحى المدنيين الذين لم يلقى لهم بالا. نحن احتفلنا البارحة ب 150 جريح ركبت لهم أطراف صناعية في مدينة الهند كما ذكرت مسبقا بدعم من فاعل الخير، ويتم تسفير هؤلاء الجرحى على دفعات. اليوم قمنا بتسفير 30 من الجرحى، يليهم غدا 20 من الجرحى، ثم كذلك سنستكمل العدد حتى يغادر الجميع دولة الهند إلى سلطنة عمان ومن ثم يعودون إلى أرض الوطن. هنا استغل الفرصة كذلك لأحيي سلطنة عمان الشقيقة التي كانت الممر الآمن والتي كانت العون والسند في فتح المعابر الآمنة وفي تسخير سلاح الجيش العماني لنقل جرحى مدينة تعز وتوفير كامل الاحتياجات لهم. سلطنة عمان التي سطرت أروع تلاحين الأخوة، سلطنة عمان التي فتحت لجرحى مدينة تعز ذراعيها ووفرت لهم جميع الخدمات، فتحت لهم المشافي وجعلتهم في أرقى الفنادق ووفرت لهم كل أساليب الراحة. لن تنسى مدينة تعز هذه المواقف وسيكتب التاريخ كل من تخاذل مع جرحى مدينة تعز. نحيي سلطان قابوس ونحيي كذلك الديوان العماني ونحيي الشعب العماني الأصيل على كرم الضيافة وعلى حسن الاستقبال. مررنا عبر منفذ شحن الحدودي إلى سلطنة عمان ومن ثم إلى دولة الهند بعد تسهيل عملية النقل بعد أن علقنا ما يقارب الشهرين في سلطنة عمان. لم تلتفت إلينا الشرعية ولم يلتفت إلينا محافظ تعز ولم يلقي إلينا أحدا بعد حتى نجحنا. نعم، سأسألك عند هذه النقطة أستاذة حياة، اسمحي لي، ولكن بعد أن ينضم معنا سيد نشوان الحيدري رئيس رابطة جرحى تعز من الهند. مساء الخير أستاذ نشوان. نعم نعم أستاذ نشوان، هل تسمعني؟ نعم نعم أسمعكم أختي العزيزة. نعم أهلا بك، وأود أن تضعنا في صورة يعني أوضاع الجرحى هناك، ما الذي تم لأجلهم؟ تقصدين هنا الجرحى في الهند؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكر قناة بلقيس على استضافتنا لنضع الجميع أمام الصورة. ثانيا نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ حمود سعيد المخلافي قائد مقاومة تعز على الجهود التي بذلها، وكذلك لسلطنة عمان سلطانا وشعبا وحكومة لأنها فتحت لنا المنفذ في الوقت الذي أغلقت أمام جرحى تعز كل المنافذ. بالنسبة للجرحى سفروا من مدينة تعز 150 جريح على نفقة فاعل خير وبمتابعة الشيخ حمود حتى وصلوا إلى عمان ثم إلى مدينة بنجلور في الهند. عولجوا بأرقى المستشفيات، تم تركيب أطراف صناعية حديثة تتلائم مع متطلبات الحياة في تعز. الجرحى تعز الذين خذلوا كثيرا والذين عانوا من الخذلان ومن التنكر أصبحوا اليوم شيء آخر بعد الخذلان الذي لاقوه. رأوا الاهتمام البالغ والاهتمام الزائد من فاعل الخير الذي لا نعرفه ولا يعرفنا، لكن وصل إلينا خيره، مدت إلينا يده البيضاء في الوقت الذي تخلت عنا كل الجهات وعانينا من النكران والخذلان لقرابة 4 سنوات متتالية. نعم، كم هل لديك إحصائية كم عدد الجرحى الكلي أستاذ نشوان؟ عدد جرحى تعز عدد كثير، ما يزيد من 18,000 جريح حتى وصل إلى 26,000 جريح، منهم من تماثل للشفاء، وما زال أكثر من 12,000 جريح بحاجة ماسة إلى العلاج، وجرحى أيضا تحت العلاج.
ما يقارب من 6 إلى 7 إلى 8 مئة جريح مكسوري الأطراف، منهم منبتر طرفين ومنهم 3 ومنهم 4 أطراف، جرحى مشلولين، جرحى فقدوا أعينهم. وضع الجرحى بصراحة مؤلم ومزري في تعز. تنكر لهم الجميع، التحالف العربي، الحكومة الشرعية، القيادة العسكرية، السلطة المحلية، الكل تنكر لجرحى تعز، رغم أن هؤلاء الجرحى خرجوا دفاعا عن الشرعية، دفاعا عن الوطن، إلا أنهم قوبلوا بالنكران الكثير. هناك جرحى في هذا الوقت يحتاجون للسفر بصورة عالية، بصورة عاجلة. هناك جرحى يتألمون، يصرخون، لم تمتد إلينا الأيدي عدا يد فاعل الخير هذا الذي كانت بادرة أمل وزرع البسمة في قلوب جرحى تعز، وكانت الفرحة قوية وعظيمة جدا، لأنهم كانوا الجرحى قد فقدوا الأمل من العلاج بالذات بعد مرور 4 سنوات، لكن هذه كانت بالنسبة من فاعل الخير حالة نادرة في تاريخ الإنسانية التي ماتت في نفوس الجميع، وكانت حية في قلب وضمير فاعل الخير هذا الذي لا نعرفه. نعم. إذن يعني تيسرت أمور بعض هؤلاء الجرحى وهم مئات، ولكن ماذا عن بقية الأعداد الكبيرة أستاذ نشوان؟ يعني فعل خير جزا الله خير، يعني قام بما وسع في نهاية الأمر، وهذا ليس مسؤولية لا مسؤولية اجتماعية من قبل أحد ولا مسؤولية فردية، وإنما هي مسؤولية حكومية تماما. يعني لما تدير الحكومة ظهرها لهؤلاء الجرحى؟ وكما تفضلت 4 سنوات ليست بالقليلة. أختي العزيزة، احنا ما زلنا في رابطة جرحى تعز، ما زلنا نناشد ونطالب الحكومة الشرعية لكونها المسؤول الرئيسي والأول عن جرحى تعز. هؤلاء الجرحى العظماء ضحوا من أجل هذه الشرعية. نقول لرئيس الجمهورية، لنائبه، لرئيس الوزراء، لولا هؤلاء الجرحى لما كنتم في الأماكن التي أنتم عليها الآن. تذكروا أنكم كنتم في عام 2014 هاربين خارج الوطن، ولولا هؤلاء الجرحى الذين خرجوا وتصدوا للميليشيات الإنقلابية ودافعوا عن شرعيتكم لما كنتم موجودين. تذكروا عام 2014 وتذكروا أين أنتم اليوم. حررت كثير من أجزاء الوطن بتضحيات الشهداء والجرحى الذين اليوم يهملون ويعانون. عار كبير سيكون في وجه الشرعية وفي وجه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ونائبه والتحالف العربي، سيكون عار كبير في وجوههم أنهم أداروا ظهورهم بالذات بجرحى مدينة تعز. تعز التي تتألم لألم الجمهورية اليمنية كامل، اليوم تترك لتعاني من آلامها من جراحها منفردة. تعز لم تدر ظهرها للوطن. تعز صدرت المقاتلين في كل الجبهات يدافعون عن الجمهورية وعن الشرعية. نعم، هناك أستاذ نشوان لجنة باسم جرحى تعز، ما الذي قدمته لهؤلاء الجرحى؟ اللجنة للأسف الشديد، لجنة جرحى تعز السابقة، أجرمت في حق الجرحى. معروف قضيتنا أمام المنظورة، أمام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومحافظ تعز يتلاعب بهذا الملف ولم يقوم بدوره باتجاه هذا الملف لمحاسبة اللجنة الطبية السابقة بكافة أعضائها، لأنها أجرمت في حق الجرحى. أيضا هناك لجنة طبية جديدة من رئاسة الأركان لم تقم بواجبها، وقفت عاجزة أمام لوب الفساد الموجود داخل الشرعية الذي عرقل وصول مستحقات إلى تعز. الذي عرقل وصول المستحقات جرحى مدينة تعز إلى تعز. لذلك نحن ما زلنا نطالب الحكومة الشرعية بأن تعيد النظر في موضوع جرحى تعز، وأن تقوم بواجبها الإخلاقي والتأريخي والإنساني أمام هؤلاء الجرحى العظماء الذين كانوا سبب بقائها حتى الآن. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نشوان الحيدري رئيس رابطة جرحى تعز، كنت معنا عبر الهاتف من الهند، وتعود إلينا الأستاذة حياة ولكن هذه المرة عبر الهاتف. أهلا بك مرة أخرى أستاذة حياة، وكنت تحدثيني عن بقائكم لمدة 2 شهر تقريبا في سلطنة عمان دون أن يلتفت إليكم أحد. على أي أساس ذهبتم إذن؟ هل كانوا لديكم هناك أي وعود؟ نعم، في البداية كما ذكرت مسبقا هي جهود ذاتية فردية ومبادرة من الشيخ حمود سعيد المخلافي
كانت التفاتة طيبة منه لأن يتحمل ملف جرحى مدينة تعز وهو في المنفى خارج الوطن. الشيخ حمود سعيد المخلافي بذل جهود جبارة لكي يرى جرحى مدينة تعز النور، ووصلنا إلى سلطنة عمان الشقيقة التي كما ذكرت مسبقا كانت هي منفذنا إلى العالم، هي من فتحت لنا منفذ شحن الحدودي ونقلت الجرحى في طائرات خاصة من سلاح الجو العماني، وعلقنا هناك ما يقارب الشهرين ونحن ننتظر حتى مجرد التسهيلات من الحكومة الشرعية للأسف الشديد التي لم تلقي إلينا بالا، ننتظر حتى مجرد اتصال من محافظ المحافظة أمين محمود الذي كذلك لم يلقي لجرحى مدينة تعز بالا، لكن نجح الشيخ المخلافي مرة أخرى في تذليل العقبات والصعوبات لكي يدخل جرحى مدينة تعز إلى دولة الهند، وكانت هناك جهود مباركة من سلطنة عمان الشقيقة في تسفير جرحى مدينة تعز عبر مطار مسقط الدولي، ووصلنا بفضل الله إلى دولة الهند وقمنا بعمل عمليات لما يقارب 40 جريح وهي عمليات نزع الأعصاب و تصحيح الباتر وكذلك استخراج الشظايا وعمليات عيون للجرحى الذين كانوا يعانون كذلك من فقدان البصر. استطعنا كذلك أن نقوم بتركيب أطراف صناعية نوعية ممتازة لعدد 150 جريح. احتفلنا كما ذكرت البارحة بهذا الإنجاز العظيم ونحن سعداء جدا بهذا الإنجاز الذي استطاع أن يحققه فاعل الخير وفشلت فيه الدولة والحكومة والشرعية ورئاسة الوزراء واللجان الطبية ووزارة الصحة، وهذا يحسب صنيع لن تنساه مدينة تعز لهذا الرجل الماجد النبيل الذي لا نعرف من يكون، إنما يعرفه الله وملائكة أرضه وسمائه. يعني شيء مؤلم للغاية أن تتنكر الشرعية لجرحى مدينة تعز، شيء مؤلم للغاية أن هؤلاء الجرحى الذين سطروا أروع التلاحين وتناثرت أشلاؤهم في الجبال والأزقة والشوارع والهضاب وهم يذودون عن الشرعية أن يلاقوا بالخذلان والجحود. نحن حتى كذلك هنا في دولة الهند قمنا بعلاج جرحى من جرحى الشرعية المبتعثين من اللجنة الطبية بقيادة اللجنة السابقة إيلان ولجنتها في هنا. نعم، كم عددهم؟ كيف توصلتم إليهم أستاذة حياة؟ لم أسمع السؤال جيدا. كم عددهم من تم علاجهم وهم كانوا مبتعثين من قبل لجنة جرحى تعز؟ نعم، هنا ما يقارب الـ 42 جريح. نحن قمنا بعمل بعض العمليات لبعض الجرحى، كذلك قمنا بإعطائهم مصاريف ما يقارب $300 لكل جريح بدعم من فاعل الخير ومتابعة كذلك الشيخ حمود سعيد المخلافي. قمنا كذلك بعمل بعض العمليات لهؤلاء الجرحى عبر فاعلي الخير. شيء مؤلم فعلا للغاية أن نظل نحن نناشد فاعلي الخير ونقوم بدور الحكومة والدولة تجاه جرحى مدينة تعز. لماذا لا نسمع أصوات الجرحى الآخرين في المحافظات الأخرى؟ لماذا كذلك لا تقوم الشرعية بواجبها تجاه هؤلاء الجرحى؟ لماذا لم تحاسب اللجنة الطبية السابقة في مدينة تعز على كمية الفساد المهولة التي سببت في إهمال هؤلاء الجرحى سواء في دولة الهند أم في دولة مصر أو في الأردن أو في تركيا أو في البلدان التي ابتعثت إليها هذه المنح الطبية لأولئك الجرحى؟ نحن نطالب عبر قناة بلقيس بإحالة اللجنة الطبية السابقة إلى اللجنة الرقابة والمحاسبة لكي يتم كشف الأوراق. يعني لم تحال حتى الآن. نعم، يعني تحدث الأستاذ نشوان أنها القضية منظورة في يعني مكافحة الفساد، يعني إلى الآن لم تحال أم أنها أحيلت ولكنها تتأخر في استخراج النتائج؟ للأسف الشديد نحن نسمع جعجعة ولا نرى طحينة. لا زالت الدكتورة إيلان وكذلك اللجنة الطبية لم تحاسب حتى اللحظة. نحن نريد أن نضع النقاط على الحروف ونكشف كمية الفساد التي كانت في حق جرحى مدينة تعز. 90 جريح و2 مليون دولار كانت في حساب اللجنة الطبية وملايين الريالات السعودية لم تستطع أن تعالج جرحى مدينة تعز المبتعثين إلى الخارج. الدكتور منصور الوازعي والذي ابتعث من محافظ المحافظة ومن اللجنة الطبية السابقة إلى دولة الهند كشف عن ماهية الفساد الذي مورث هنا في دولة الهند برئاسة المدكتور علي الجرادي، وأصدر التقرير
ما كان فيه من أن الجرحى كانوا سيعالجون بأقل من نصف التكلفة. نعم نحن أتذكر جيدا يعني كان لدينا حلقة في المساء اليمني على هذا الملف تحديدا، ملف الفساد في اللجنة الطبية السابقة، ولكن للأسف شديد منذ ذلك الحين وحتى الآن كما تفضلتي لم يتم محاسبة أحد ولم تكشف الحقائق للناس حتى يعلموا أين تذهب هذه الأموال. دعيني أسألك. نعم. أستاذة حياتي، ومن يدفع ضريبة ذلك أستاذة آسيا هم الجرحى الذين نعم. تعفنت جراحهم في مدينة تعز، أو الجرحى الذين تعفنت جراحهم في دولة مصر وفي دولة الهند. هناك أيادي بترت وأقدام قطعت وعيون ذهب نورها وبصيرتها بسبب هذا الإهمال. الجرحى هنا على أرصفة الإهمال. أنا التقيت بجرحى هنا في الهند، البعض منهم لا يجدون قوت يومهم حتى يستطيعوا ممارسة حياتهم اليومية. الآن هناك بوادر أمل جديدة للجنة الطبية الجديدة هنا برئاسة الدكتور أحمد الدقاف، وهي بدأت ترى النور. نتمنى أن تعطى كافة الصلاحيات للدكتور أحمد الدقاف حتى يمارس عمله الإنساني هنا والأخلاقي تجاه جرحى مدينة تعز. نطالب اللجنة الطبية في مدينة تعز أن تكون على قدر المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه جرحى مدينة تعز. نشد على أياديا في الاستمرار بالمطالبة بالأموال التي يجب أن تورد إلى خزينة البنك. نعم نحن نحاول التواصل أستاذة حياتي، يعني نحاول التواصل بدكتور محمد الثوابي الذي كان يفترض أن يكون معنا حسب وعده، ولكن الآن لم يتم التواصل به. أتمنى أن يعني يتم ذلك خلال هذه الحلقة لنتساءل معك ومع هؤلاء الجرحى أين مصيرهم. اسمحي لي أن ينضم معنا الجريح إسلام النظاري من الهند. مساء الخير أستاذ إسلام. مساء النور أختي الكريمة. أهلا بك والحمد لله على السلامة ولو متأخرة، ولكن أتمنى أنك تنال الآن كافة ما تحتاج إليه من علاج. أنت أحد الجرحى إسلام، حدثني عن حالتك، ما الذي أصابك بالضبط؟ الله يسلمك ويعافيك يا أختي الكريمة، وشكرا على استضافة قناة بلقيس. أكثر من مرة استضافت الجرحى وشاركت قضيتهم، فالشكر الكثير لقناة بلقيس. نعود لسؤالك يا أختي الكريمة، نحن الجرحى هنا في الهند، أقصد أنا جرحى اللجنة الطبية اللي أرسلتهم، اللجنة الطبية من تعز واللي كانوا عالقين في الهند واتخذت إجراءات معهم اللجنة الطبية. نعم. يا أختي الكريمة حتى أضعك في الصورة، اللجنة الطبية كنا فيما قبل اللجان الطبية وقبل المشرعية تهتم بالقضية الجرحى ومن هذه الأشياء، كنا نبتعث بشكل شخصي حسابنا الخاص من هذه الأشياء، نبذل جهود جبارة عشان يتم علاجنا. نعم. لكن عندما أتت اللجان الطبية استبشرنا خير وفرحنا جدا، رغم أن ما رفضت به الحكومة والشرعية اللجنة الطبية السابقة 2 مليون دولار مبلغ بسيط جدا، رغم ذلك إلا أنها أتت لأيدي غير أمينة هذه المبالغ، ولعبوا بجراحنا عن طريق الفساد المالي والفساد الأخلاقي الذي كان يمارس بحقنا، فضجينا وسرنا عليهم وسوينا مناشدات وفيديوهات أكثر من مرة وعرضنا قضيتنا بالإعلام بشكل عام، حتى تم تغيير هذا اللوبي، وهو لوبي فساد، لوبي جبار بشكل كبير جدا. والآن تم تغيير اللجنة السابقة وبلجنة جديدة، وفعلا هنا في الهند أتينا برئيس لجنة اسمه الدكتور أحمد الدقاف، دكتور على مستوى وكف يعني أدى المسؤولية. فاللجنة في تعز عندما تغيرت كانت بشكل عام ضعيفة أمام التحديات القادمة الجديدة، لم تكن لديها فساد، أعتقد لم يكن لديها لوبي، لكن كان هناك لوبي في الشرعية كبير جدا، لوبي فساد، واللجنة في تعز لم تكن أدى التحدي هذا، أدى المهمة الصعبة التي هي مهمة جرحى، مهمة ملف جرحى بشكل عام. عانينا في الهند، لكن الآن إن شاء الله نستبشر خير في اللجنة الجديدة بدكتور أحمد الدقاف هنا في الهند، نستبشر خير، تم علاج جرحى ستور بمبالغ بسيطة، وفي بعض جرحى غادروا البلاد الحمد لله، غادروا الهند عائدين إلى البلاد، مثل واحد أبو إلياس مثل ربيع وهم تماثلوا الشفاء الآن، وبعض جرحى لم يتم يعني اللجنة السابقة كانت تقول عليهم أنهم غير يعني غير جرحى وغير يعني حالتهم الصحية 100%، ورغم ذلك قال اللجنة الجديدة وقال الدكتور أحمد الدقاف هذا واللجنة الجديدة في الهند
والتقارير البيئية أثبتت أنهم بحاجة ماسة إلى العلاج أمثال يوسف وأمثال محمد العوني. قبل أمس يخرجوا من العمليات بعد عمليات كانت ناجحة الحمد لله، بينما كانت اللجنة السابقة تقول أنهم لا يحتاجوا أي عملية، والرحيل الرحيل لا يعني السفر لا تعيد. ونحن كذلك الآن كنا عالقين، والحمد لله إن شاء الله الأيام القادمة تتفرج بإذن الله عز وجل. المبالغ قليلة بالنسبة للجنة الجديدة والتحديات صعبة. نطالب يعني مطلبنا واضح علاجنا، ومطلبنا إرفاد اللجنة الطبية بمبالغ كبيرة لعلاجنا، لأن المبالغ اللي تبقت من اللجنة السابقة مبالغ بسيطة جدا جدا. نعم. إذن طيب إسلام، يعني لم تحدثني عن يعني جراحك أنت شخصيا، هل تم علاجها؟ ما هي مسببات الإهمال الذي يعني تلقيتموه في الفترة السابقة؟ إلى أين وصلت جراحك؟ يا أختي الكريمة، أنا بالنسبة لإسلام أنا في الهند لم ترسلني اللجنة الطبية السابقة، بعثت للهند بجهود شخصية. نعم. واللجنة السابقة أهملت جراحنا ولم تعرنا أي اهتمام، فقط مصاريف شخصية مدة 3 أشهر ولم تعرنا أي اهتمام حتى إبرة. واللجنة الجديدة استبشرنا فيها خير، وإن شاء الله على اللجنة الجديدة يعني ستتم علاجنا إن شاء الله، في وعود بالعلاج إن شاء الله. والدكتور هذا أحمد الدقاف الآن يعالج الجرحى في مدينة بنغالور، ونحن في المدن الأخرى إن شاء الله سيزورنا في هذه اليومين وسيتم العلاج إن شاء الله. لكن المهمة الأصعب بالنسبة للجنة الجديدة هنا في الهند، المبالغ التي أرسلت إليها بسيطة جدا، حتى لو عالجنا إحنا بهذه المبالغ فعالجنا بأشياء بسيطة يعني عملية، وإحنا نحتاج لأكثر من عمليات وأكثر من تطبيب. نعم. إذن يعني ما الذي تجده إسلام الآن؟ يعني تغيرت اللجنة السابقة وجاءت لجنة جديدة، هناك رابطة أيضا للجرحى، هناك مجهودات شخصية لبعض فاعلي الخير، أين تجد أن يعني تتخبط هذه الجراح هنا هناك والحكومة لا تلقي لكم بالا؟ كيف تجد جهود الناس ومتابعتهم لحالاتكم؟ يا أختي الكريمة، يعني كلها مع الجرحى، فاعلي الخير كلهم مع الجرحى، الجميع متضامن مع الجرحى، قضية الجرحى قضية عادلة وقضية منصفة إلى جميع المقاييس. لكن اللجنة الشرعية لم تعطنا أي اهتمام، فقط جابت 2 مليون دولار، فال 2 مليون هذه تم نهبها وتم سرقتها، ومن هنا أطالب الجهات المعنية، جهاز الرقابة والمحاسبة، التحقيق في قضية الفساد في اللجنة السابقة. لأنه الآن اختل الثقة من قبل الشرعية باللجان الطبية في تعز، يعني نريد إرفاد اللجنة الطبية الجديدة بمبالغ كبيرة، لكن اللجنة السابقة لم تحقق ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بحقها. ومن هنا طالب السلطة المحلية والمحافظ ومحاكمة اللجنة السابقة، الذي هو في نفسه فتح ملف التحقيق، ملف فساد اللجنة، فنطالبه بإكمال التحقيقات والإجراءات عشان تزداد الثقة من قبل الشرعية باللجنة الجديدة، ويزداد فاعلي الخير في اللجنة الجديدة بمبالغ، والجميع يكون عونا للجرحى بإذن الله. نعم. إذا شكرا جزيلا لك إسلام النظاري الجريح، كنت معنا عبر الهاتف من الهند. أعود إليك حياة إسلام وغيره كثير، إما ابتعث نفسه ووجد أن الطرق صعبة عليه وهناك مشقات جديدة يعني تواجهه، أو بعثته لجنة ورمت به دون السؤال عن حالته. وأنت تفضلتي بشرح العديد من الحالات. أود أن أسألك حياة، يعني ما نلاحظه أن تعز دائما مهملة للأسف الشديد، سواء سياسيا من ناحية التحرير وما يحدث فيها وما يحدث في المناطق المحررة، وكأنها عمليا قطاع منفصل عما يحدث في البلاد، وأيضا إنسانيا من فتح الممرات والحالة الإنسانية الصعبة التي يمر بها الناس. وإن أتينا إلى ملف الجرحى فهو ملف للأسف الشديد ملف أسود، تحدثنا عنه دائما مرارا وتكرارا، ولكن لا مجيب. من هو سبب هذا الإهمال كله بالضبط؟ نعم، تعز على ما مر التاريخ هي قلب الجمهورية النابض،
تعز إذا قالت شيء أنجزت، وإذا كانت لها الصلاحية هي من تدير الجمهورية اليمنية. تعز التي هي قبلة الثقافة والعلم والعلماء والأكاديميين، يراد لهذه المدينة أن تعاقب بشتى أنواع العقوبات، لأن تعز على ممر التاريخ هي صوت الثورة، هي صوت المقاومة. تعز هي من تشعل الثورات كما ذكرت مسبقا على مدى التاريخ، لذلك يراد أن يعاقب أهالي هذه المدينة حتى يخمد صوت الثورة وصوت المعارضة وصوت كذلك المقاومة. منذ بداية الحرب على مدينة تعز، وهذه المدينة لم تمد حتى بالأسلحة التي من المفترض أن تمد بها من التحالف حتى تحرر. يعني تخيلي أن جميع الجبهات التي حررت هي حررت بالكلاشينكوف، السلاح البسيط. لم تمد هذه المدينة بالدبابات أو بالأسلحة الثقيلة حتى يتم التحرير. يقاتل أبناء هذه المدينة وهم خريجي الجامعات، وضعوا القلم على جانبا وهبوا لنصرة الوطن وللدفاع عنه من الميليشيات الانقلابية. لذلك يعاقب جرحاها حتى يكونوا عظة وعبرة للأجيال القادمة، أن كفوا عن صوت الثورة وكفوا عن صوت المقاومة. لدينا الآن ما يقارب 802 من المبتورين، لدينا ما يقارب 1200 من الجرحى المشلولين، لدينا ما يقارب 92 من الجرحى الذين فقدوا النظر. يعني عدد كبير جدا، هذا العدد سيظل شاهد للتاريخ وللأجيال القادمة، أن هذا الجريح هو كان في يوم من الأيام جريح للشرعية وخذل من الشرعية، فكف أيها الجيل القادم عن صوت المعارضة وكف عن صوت المقاومة. هذا هو التفسير الوحيد الذي نجده نحن أهالي هذه المدينة. مدينة تعز في حقيقة الأمر لن تستسلم، وسيقاوم الجيل القادم وسيقاوم بكل ما أوتي من قوة. أنا أتطلع هنا إلى الجرحى العائدين من دولة الهند، الجميع يقول أننا سنعود إلى الجبهات. صحيح نحن قمنا بتركيب أطراف صناعية، لن نذهب إلى الراحة والخلود والنوم، بل سنذهب إلى الجبهات إلى جوار إخواننا. من أين يأتيهم هذا الإيمان أستاذة حياة؟ يعني شخص تم إهماله، تم عدم الالتفات لجراحه، تعفنت بعضهم جراحهم وساءت حالتهم الصحية، ربما كان هناك يعني ما يتفادى مسألة البتر وتركيب طرف صناعي. من أين تأتي هذه الروح بالعودة مرة أخرى، رغم أنه يعلم إذا جرح فأنه سيهمل مرة أخرى، ولا قدر الله إن استشهد فلن يسأل عنه أحد؟ نعم، لأن أبناء هذه المدينة استشعروا معنى حب الوطن، معنى الثوابت الوطنية، استشعروا ما تقوم به الميليشيات الحوثية من جرائم ضد الإنسانية. أن تقصف مدينة السلام والحب، مدينة تعز التي لم تمتد بأي قبيح لأي من الجمهورية اليمنية، بل مدينة تعز هي من صدرت العلم لكل محافظات الجمهورية. تجد الطبيب والمهندس والفلاح والنجار وكل من يمارس الحرف كذلك منتشر في كل أنحاء الجمهورية. أبناء مدينة تعز لا يحبون القتال على مدى التاريخ، لكنهم إذا اضطروا اضطرار إلى أن يحملوا السلاح كما ذكرت مسبقا ويذهبوا للدفاع عن الوطن، المعنوية فعلا مرتفعة كما رأيتها أنا هنا لعدد 150 جريح الذين لم أجد واحدا منهم يقول أنه سيذهب إلى المنزل وسيكف عن الدفاع عن الوطن، بل كلهم عائدين إلى أرض المعركة. سمعتهم قبل قليل الجريح خالد وهو من جرحى الجبهة الشرقية، وهو يقول أنا حينما ركبت الطرف الصناعي أرى جميع الجبهات القتال مفتوحة أمامي، سأعود إلى جوار إخواني المقاتلين في الجبهات. لأن هذه المدينة أستاذة آسيا حرمت من شربة ماء، هذه المدينة أحوصرت من جميع الاتجاهات، هذه المدينة نقلت الأكسجين عبر ظهور الجمال والحمير. لماذا مدينة تعز بالتحديد تعاقب كل هذا العقاب؟ لأنهم يعلمون بأن مشروع الدولة المدنية صمام أمانه هو محافظة تعز، لأنهم يعلمون ويدركون جيدا بأن مدينة تعز هي من ستكون في صدارة الموقف في الدولة المدنية القادمة، لأن مدينة تعز هي من ستصدر العلم والثقافة وستصدر كذلك الحضارة لكل أنحاء الجمهورية، فلذلك تعاقب هذه المدينة ويضغط في ورقة هذه المدينة. اسمحي لي أستاذة حياة أن أنا أود من هنا كذلك أن أنقل بشارة هي من الشيخ حمود سعيد المخلافي إلى جرحى مدينة تعز بأن فاعل الخير تكفل أيضا بعلاج الجرحى الذين تستدعي حالاتهم التدخل العاجل السريع الطبي، وهي بشارة أزفها إليكم
إلى جرحى مدينة تعز عبر قناة بلقيس، سنبدأ بتجهيز ملفات الجرحى الذين يحتاجون السفر إلى الخارج بصورة عاجلة، غير الجرحى الذين هم المكسورين. سنستهدف كذلك الدفعة الثانية والثالثة والرابعة حتى يتم استهداف جميع الجرحى المبتورين، وكما ذكرت بإذنه تعالى. يعني هذه جهود لا نعلم لمن نوجه الشكر فيها حقيقة، هل لفعل خير أم الأستاذ حمود المخلافي أم لك أم لكل من يسعى حقيقة يعني تعويض هؤلاء الجرحى بالوقوف معهم بشكل حقيقي. وأظن أن هذا الاهتمام المعنوي هو خير دواء أو علاج لهؤلاء الجرحى. اسمحي لي أستاذ حياة أن ينضم معنا الدكتور فكري العبسي رئيس اللجنة الطبية لجرحى تعز من القاهرة. مساء الخير دكتور فكري. مساء النور والعافية. إذن هناك جرحى أيضا في دولة مصر، دعنا في صورة هؤلاء أو وضع هؤلاء الجرحى. والله إحنا اللجنة الطبية العسكرية في القاهرة استقبلنا لحد الآن منذ إنشاء اللجنة 96 جريح. بعون الله تم علاج 43 جريح، وكما أسلفت الأستاذة. نعم. إذن والمتبقين كيف هي حالتهم دكتور فكري؟ للأسف فقدنا الاتصال بالدكتور فكري. إذن الجرحى في كل البلدان كما نتابع، في السودان، في مصر، في تركيا، في الهند، في الأردن، للأسف الشديد. يعني أود أن أسألك هذا الإخفاق أستاذة حياة، يعني هناك من يتحدث بأن الحكومة الشرعية ترمي بجرحاها للأسف الشديد ولا تلتفت إليهم، بينما الحوثيين لم نسمع حتى الآن من يتحدث عن جرحى مهملين. على العكس، فرض الحوثيون علاج جرحاهم في المفاوضات الأخيرة وتم تسفير مجموعة منهم. لما الشرعية لا تذكر هذا الملف بتاتا؟ نعم، وهذا هو الشيء المؤلم جدا للغاية، وهذا هو السؤال الذي نحن في حقيقة الأمر لم نجد حتى اللحظة إجابة لهذا السؤال. لماذا الخذلان بالتحديد لجرحى مدينة تعز؟ لماذا لا نسمع أصواتا لجرحى المحافظات الأخرى؟ أنا هنا أرى جرحى محافظة مأرب، وأرى جرحى المحافظات الأخرى، وأرى كذلك جرحى عدن، وهم يتعالجون هنا في أرقى المشافي الهندية، ونرى كذلك الجرحى الحوثيين هنا كذلك في دولة الهند. لم نسمع لأحد منهم كما ذكرت مسبقا صوتا، لكن جرحى مدينة تعز منذ ما يقارب الأربع سنوات ونحن في شوارع المدينة بحت أصواتنا نطالب بعلاج جرحى مدينة تعز. لك أن تتخيلي بأننا طلبنا من الرئيس ومن الحكومة الشرعية ومن وزارة الصحة تأهيل المشافي، مشافي مدينة تعز، وللأسف الشديد لم يتم تأهيل مشافي مدينة تعز. طلبنا تأهيل مستشفى واحد فقط على الأقل، وهو مستشفى خليفة العام في التربة، والذي بني من بنفقة دولة قطر، ولم يتم تأهيل هذا المستشفى. طلبنا كذلك مركز للعلاج الطبيعي، وتخاذلت الحكومة ولم تلبي الدعوة، ولبت الدعوة الأستاذة توكل كرمان وقامت بإنشاء مركز للعلاج الطبيعي في مدينة تعز. كان لهذا المركز الفضل الكبير في علاج كثير من الجرحى الذين كانوا سيكونون في عداد المعاقين، وكذلك من الأناس العاديين المرضى الذين ارتادوا في هذا المركز. نحيي الأستاذة توكل على هذا الجهد، ونحيي كل فاعلي الخير الذين بادروا لإنقاذ جرحى مدينة تعز. أنا أستطيع أن أقول بأن الشرعية هي فاعل الخير، الشرعية هم فاعلي الخير الذين طببوا جراح جرحى مدينة تعز. الشرعية هي الأيادي والجمعيات والمبادرات والتكتلات التي امتدت لجرحى مدينة تعز، وقامت بقضاء ديون الصيدليات، وقامت بتوفير الكراسي. إذن اسمحي لي أستاذة حياة فقط، نعم، لنستمع إلى جرحى محافظة أو عفوا يعني من هم في مدينة القاهرة. عاد إلينا الدكتور فكري العبسي. إذن دكتور فكري، كنت تتحدث عن 96 جريح تم علاج 43 جريح، هل تم إعادتهم؟ تم إعادتهم، وصلوا أرض الوطن بسلامة الله. نعم. وكما أشرفت الأستاذة حياة، طبعا جرحان الأبطال يعني
من بداية علاجهم وهم يقولوا أسرعوا لنا في العلاج. نحن نريد أن نعود إلى الجبهات، الكل يرضي روحه، الكل يرضي بناؤه، ونتمنى من الشرعية أن تبادلهم نفس الوفاء الشعور يعني. نعم، إذا بقية الجرحى كيف هو وضعهم دكتور؟ والله بقية الجرحى من أبناء تعز أو بقية الجرحى بقية نعم، أنت قلت استقبلتم 96 جريح تقريبا، تم علاج 43، يتبقى نعم 53 جريح، ما هو وضعهم؟ بالضبط، بقية الجرحى طبعا احنا توقفنا فترة 3 أشهر عن إجراء أي عمليات أو تدخلات جراحية بسبب المشاكل وتوقف التعزيز المالية من الداخل يعني. فاضطرينا يعني الى ايقاف البرامج العلاجيه لاغلب الجرحى، والحمد لله منذ يعني منذ ما يقارب شهر وشويه تم استئناف التعويضات الماليه، واجرينا الحمد لله خلال الاسبوع اللي فات واللي قبله اكثر من 26 عمليه كبرى. طبعا يعني جراحات دقيقه في العمود الفقري، جراحات في المخ، ترقيع عظام الجمجمة، يعني الحمد لله البرنامج ماشي والأمور الآن بدأت تستقر، وإن شاء الله نتمنى يعني من الحكومة ومثلة في وزارة المالية في البنك المركزي يعني أن يستمروا في ضخ مخصصات تعز التي يعني نريد أن ترتفع يعني أكثر مما هو معتمد يعني. نعم، جرحانة عدد الجرحى 28,000 في الداخل. نعم، ما تم ابتعاثه مثلا في القاهرة 96، في الهند أعتقد 110، الأعداد بسيطة جدا. صحيح، إذا هل هناك أي مشاكل تواجهكم دكتور؟ هل يتم متابعة هؤلاء الجرحى؟ يعني علاجاتهم، ما يحتاجونه من مصاريف وما إلى ذلك؟ والله احنا مشكلتنا الرئيسيه في تعز اللي هو المخصصات الماليه. نعم، طبعا ما هو مرصود لتعز مبالغ بسيطه جدا مقارنه باللجان الاخرى مثلا. وفوق ذلك يعني لا يوجد انتظام في صرف المخصصات الماليه يعني. احنا لدينا اعداد كبيره، من المفترض انه يعني مبالغنا المخصصه لنا كتعز كلجنه طبيه تكون موازية لهذا الحجم وهذا الكم الكبير من الجرحى. نتمنى من الحكومة ومن دولة رئيس الوزراء الدكتور معين النظر في هذا الموضوع، يعني مضاعفة المبلغ المخصص والالتزام بدورية وانتظام صرف هذه المخصصات كي لا تتوقف البرامج العلاجية، لأنه الجرحى الذين يرسلون لنا للقاهرة هم جرحى إسعاف، يعني جرحى حالات حرجة طارئة، لازم الجريح يدخل على طول المستشفيات ويتم اجراء العمليات الجراحيه له بصوره مستعجله. نعم، فالمخصصات الماليه لازم تنتظم، هذه مشكلتنا الرئيسيه. طبعا المخصصات الماليه تنعكس علينا نحن كلجنه في الخارج، يعني انا من المفترض انه كلجنه يكون لدينا يعني طاقم متكامل، لكن احنا في القاهره 4 أعضاء فقط يعني. الأربع الأعضاء هذم يحتاجوا إلى متابعين، يحتاجوا إلى مختصين في التسكين، يحتاجوا إلى عيادات خارجية، نحتاج اعتماد أطباء خاصين بعملية المجارحة ومتابعة الجرحى في السكن، يعني نحتاج أشياء كثيرة. يعني البناء الإداري والكيان الإداري لنا كلجنة في القاهرة يعني تحتاج إلى توسيع. نعم، إذا استقبال أعداد كبيرة من الجرحى. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فكري العبسي رئيس اللجنة الطبية لجرحى تعز، كنت معنا عبر الهاتف من مصر. عودة إليك أستاذة حياة. أستاذة حياة، يعني في دقيقة إذا تكرمتي، يعني لمن توجهين رسالة هؤلاء الجرحى الذي تعاملت معهم والذي أنقذ مستقبلهم لنقل فاعل خير؟ نعم، في البداية تحية لكل جرحانا العظماء
نقول لهم سلام الله عليكم، يوم خلقتم ويوم ناضلتم ويوم جرحتم ويوم عدتم سالمين إلى أرض الوطن. دعواتنا بالشفاء لكم ولكل جرحى مدينة تعز ولكل جرحى الوطن، والرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار الذين سطروا أروع التلاحين دفاعا عن الجمهورية. كل معاني الشكر والعرفان والتقدير لفاعل الخير الذي لن تفي كل حروف العربية، وكل يعني لا نستطيع أن نفي هذا الرجل حقه الذي لا نعرف من يكون. سيكشف عن هذا الرجل في الوقت والزمان المناسب لتحييه مدينة تعز بطريقتها. الشيخ كذلك حمود المثلاثي له كل معاني الشكر والعرفان على اهتمامه بالجرحى، والذي كان وما زال وهو كما ذكرت مسبقا في المنفى يتابع جرحى مدينة تعز ويبذل جهودا جبارة، حتى أنه توفق أخيرا مع فاعل الخير إلى أنه سيتم تسفير الجرحى الذين حالتهم حرجة للغاية ويستدعون السفر للخارج بصورة عاجلة. لا أستطيع أن أصف مدى سعادة مدينة تعز بعودة هؤلاء الجرحى، ولا أستطيع أن أصف كذلك سعادة الجرحى أنفسهم وهم البارحة يرقصون وهم يسطرون أروع التلاحين كذلك للعودة إلى الوطن. تحية كذلك لقناة بلقيس التي كانت وما زالت صوت الجرحى منذ ما يقارب الأربع سنوات. أنا في حقيقة نعم، هذا هو واجبنا، هذا هو واجبنا أستاذة حياتي، أن أناشد الرئيس نعم. هادي والحكومة الشرعية ورئيس دولة الوزراء الذي هو من تعز الدكتور معين أن يلتفت بعين المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لجرحى مدينة تعز. يجب أن تطبب جراح جرحى مدينة تعز. ونحن نناشدهم معك يا أستاذة حياتي، يعني هذا الملف يهمنا ونحن نتابعه منذ البداية للأسف الشديد خطوة بخطوة. كان يفترض أن يكون معنا أحد أعضاء لجنة جرحى تعز، كان وعدنا الدكتور محمد الثوابي رئيس اللجنة، ولكن للأسف الشديد لم يجب على هاتفه. إذا شكرا جزيلا لك أستاذة حياة ذبحاني رئيسة اللجنة المشرفة على علاج جرحى الهند، كنت معنا من بنغالور عبر سكايب. الشكر أيضا لمتابعينا الأعزاء، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.